طلب أعضاء مجلس بلدية الشمالية بتغيير تصنيف مشروع الهملة للسكن الاجتماعي على أن يتم توقيع الاتفاقية بين المستثمر والمجلس البلدي. إلى ذلك رفض المجلس تغيير تصنيف أحد العقارات في منطقة شهركان بسبب مطالبة المجلس باستملاك العقار نفسه لمشروع إسكاني. التفاصيل في التقرير التالي. وافق مجلس بلدية الشمالية بالإجماع على تغيير تصنيف مشروع الهملة للسكن الاجتماعي، وذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها اليوم، إذ كان المجلس عقد لقاء سابقا مع شركة عقارية لتغيير تصنيف المشروع شريطة أن يتم توقيع الاتفاقية بين المستثمر والمجلس البلدي وفقا لشروط نص عليها أعضاء المجلس. هذا نوع من المشاريع يخدم الطبقة المتوسطة من الناس، يوفر لهم قسائم سكنية يكون مساحتها في حدود المعقول وأسعارها تناسب ذوي الدخل المحدود. فكمجلس بلدي نرحب بهذا النوع من الاستثمارات لأنها تخدم طبقة كبيرة من الناس وتخدم المنطقة، فإحنا نرحب بالمستثمرين ونشجعهم على مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية. كما وافق المجلس على طلب تغيير تصنيف ثلاث عقارات بمنطقة سار بمجمع 515 إلى سكن حدائقي لأحدها، والآخر سكن خاص، والثالث إلى تصنيف خدمات ومرافق عامة. فيما رفض المجلس تغيير تصنيف أحد العقارات في منطقة شهركان بسبب قرار مسبق للمجلس بطلب استملاك الأرض لمشروع إسكاني. تم استلام عدد من الطلبات من التخطيط العمراني لتغيير تصنيف العقارات الموجودة عندنا بعضها في المحافظة الشمالية. طبعاً إحنا من باب الشراكة المجتمعية بيننا وبين الجهاز التنفيذي، فإحنا متعاونين متفقين على حاجة معينة وهي مصلحة المواطن. فالمجلس يبادر بدراستها بشكل مستعجل لتغيير تصنيفها منها في كرزكان والشاخورة وسار وإلى آخره، بما يتناسب مع وضعيتها بعد موافقة الجهات الخدمية ككل لشحة الأراضي الزراعية، لقلة المياه، لعدم صلاحيتها للزراعة. فممكن نحن نغير تصنيفها من زراعي إلى آخره إلى سكني ألف أو باء، بما يفيد المواطن مستقبلاً لحل مشكلة من مشاكل الحصول على الوحدات السكنية وتأخيرها. وأشار المجلس إلى أنه تم عقد لقاء مع أحد المستثمرين لإنشاء محطة وقود في الجنبية، وسيوقع المجلس معه مذكرة تفاهم حول بعض الخدمات التي من المفترض أن تقدمها المحطة للمنطقة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.